السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سوميدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي غالبية المبتدئين اللي كي يتصلوا بيا في لي كومونتير، يعني في التعاليق، كلهم قالوا لي تحدثنا على التسويق هذه الأرانب. يعني ها هما داروا الأرانب ديالهم، ولدوا لهم تبارك الله، كبروا واحد شوية، لقاو مشكل في التسويق ديالهم. يعني واش غادي يبيعوه، واش شحال الثمن، شحال. حنا في الجهه الشرقيه ديالنا، واحد البلاد كيقولها قرسيف، هي ما بين تازه وتوريرت، هاد القنين موجودين، الناس كيربيوهم وكيستافدوا من اللحوم ديالهم، موجودين في الاسواق، يعني كيتباعوا في الاسواق وكيتباعوا حتى في عند الجزاره. اما بالنسبه للمناطق الغربيه او ما نعرف، يعني مناطق اللي ما عندهمش الارانب في الاخر في البلد ديالهم، كنقول لهم اول حاجه استافدوا بعدا من اللحوم ديالهم. ان اللحم ديالهم راه غني بواحد البروتينات، الى دخلتوا الانترنت وشفتوا هذا اللحم ديالهم قداش مفيد للصغار، الاولاد ديالكم راه مفيد بزاف. يعني طبخوه باي طريقه، باي طريقه بغيتوا تاكلوه راه مفيد بزاف. ثاني حاجه، الى بغيتوا تبيعوهم، الى بغيتوا تبيعوهم كان كتقلبوا غير على الثمن ديال الكيلو، الثمن ديال الكيلو راه كيتراوح ما بين 30 درهم حتى 35 درهم. هذا الشيء الى كانوا عاد صغار وبغيتوا تبيعوهم. اما بالنسبه الى كانوا كبارين تبارك الله، وبغيتو مثلا تبيعو الذكر الواحد، الذكر راه يتراوح الثمن ديالو، الا كان كبير، يعني نقولو قد هذا الحجم بحال هكا مثلا تبارك الله، هو كيبان بلي صافي، يعني قن بالغ، يعني قادر انه يتزوج مع النتوة. هذا راه كيتراوح الثمن ديالو ما بين 200 درهم حتى 250 درهم. بالنسبة للنتوة هذيك كتكون باقا عاد صغيرة، يعني غير كتبلغ بغيتو تتزوجوها، الثمن ديالها كيتراوح ما بين 150 درهم حتى 200 درهم، ولا كانت كبيرة مزيانة وكبيرة بزاف وجايبة العين، يعني وكتقدر فايتة والدة، يعني صافي نتوا مريقلة كما كنقولوا، هذيك راه كيتراوح الثمن ديالها حتى 200 درهم. نعم 200 درهم تجيب، تقدر تبيعوها. يعني انتوما استافدوا من اللحوم ديالهم اول حاجه. ثاني حاجه، قلبوا على شي جزار مثلا اللي تبقاو تدفعوا له. انا عندي واحد الجزار كنتعامل معاه، كنعطيه غير صغار بحال هكا، الا مشاو حتى كانوا غير صغار كنعطيهم له، كيوزنهم بالكيلو، كيلو ما بين 30 درهم 32 درهم على حسب السوق تمره داير. هو عاوتاني عنده الطرق ديالو، الطريقه ديالو باش كيذبحهم وكي كي يبيعهم بالكيلو في الحانوت ديالو. اذا هذه هي الطريقه ديال التسويق اللي وكنصح المبتدئين انهم ما يكتروش في البدايه، كيكونوا باقيين عاد ما عندهمش تجارب، يديروا واحد اربعه نتوات مثلا، وذكر ذكر راه كافي انه غادي يتعايش مع النتوات، غير حاولوا ما تجهدوش عليه، يعني يعطيه واحد الفرصة فين يرتاح شوية ويقدر عاوتاني يزوج نتوات اخرين. بالنسبة للثمن حنا هضرنا عليه، يقدر يكون كيختلف ما بين منطقة لمنطقة، المهم حنا عندنا في هذه الجهة هنايا الثمن ديالو هو هذا. وكنشوف انايا حتى بالنسبة للحوم راه ولات غالية، راه كاين اللحم كيدير 70 درهم الكيلو. انتوما القناين تبارك الله الا مشات تصدقوا لكم، راه كيوليو كيعطيو في الحقيقه اللحوم بغزاره، يعني غير ذبح وكول مع راسك، يعني ما انتوما بعدا غتستافدوا منه غير في الديور ديالكم. انكم خلينا من عيد الاضحى بالمناسبه، راني كان نقول لكم عيد مبارك سعيد لكل المتتبعي ديالي واللي كيشوف هذا الفيديو، عيد مبارك سعيد. اذا هذه هي الطريقه، الى عندكم شي استفسارات اخرين او بغيتوا تعرفوا شي حاجه على التسويق ديالهم، انا راهن الاشاره اني مساعد التقبل التلقي لي كومونتير ديالكم الطيبه، وشكرا جزيلا على كل متتبعين قناه دي سامودي، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.